مرحبا طلاب ساس جميعا، نبدأ وياكم الحلقة رقم 30 برنامجنا شرح قواعد اللغة الإنجليزية للصف السادس إعدادي. اليوم احنا لازلنا باليونت الخامس اللي هو عندنا موضوع past perfect simple and past simple، الماضي التام البسيط والماضي البسيط. past perfect simple، الماضي التام البسيط، يستخدم الماضي التام البسيط للتعبير عن حدث حدث في الماضي قبل حدث آخر، وعادة يستخدم مع الماضي البسيط ليكون هو الحدث الذي حدث بالأول، يعني بمعنى آخر أنه حدث أو صار قبل الماضي البسيط، وتستخدم معه تعابير للربط مثل when, before, after, because, by the time. تستخدم قبل جملة الماضي البسيط when أو before. عندنا هسه نجي على القاعدة مالته، subject اللي هو فاعل، had past participle تصريف الثالث الفعل، و object مفعول به مثل when we arrived the train had left، معناته لما وصلنا القطار قد غادر، معناته القطار غادر قبل لا نوصل. ليش؟ لأن جملة الماضي التام تحدث قبل الماضي البسيط. I decided to go، قررت أن أذهب because، لأن the match had finished، لأن المباراة انتهت. She had called her sister before she visited her. After he finished his homework, he listened to music. عندنا homework واجب اللي هو بكتاب التمارين exercise A صفحة 97 و exercise B صفحة 98 و exercise C صفحة 99 و exercise B صفحة 100. نرجو أن تنال إعجاب أنه نالت إعجابكم هذه الحلقة. إذا عجبتكم اضغطوا على زر اشتراك، وإذا عندكم أي سؤال اسألوا بالتعليقات، وإذا عندكم أي انتقاد اكتبوا بالتعليقات أيضا. كان معاكم الأستاذ حيدر القصير، شكرا للمشاهدة.